إذا كنت إذا من كنت من المتابعين المتابعين الجدد، الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. حبايبي جريد 6، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا كده نشوف، هنعمل ريفيجن على الكابستي ونشوف شوية حاجات فيها بالراحة. أول مسألة أنا عملت لك كده الصفحة كلها علشان لو أنت حبيت تعمل سكرين شوت. هنبدأ واحدة واحدة. الراجل ده بيقول لي الكيوبيك سنتيمتر، كيوبيك سنتيمتر از ا يونت اوف ميجرينج. أقول له ستوب، يعني ايه كيوبيك سنتيمتر؟ حضرتك لازم تفهمها حبايبي. لما يقول لك كيوبيك كيوبيك ما يقصدش الكيوبويد ولا الكيوب، الكيوبيك مقصود بيها الثري، اللي ممكن نلاقيها، اللي ممكن نلاقيها تبقى سنتيمتر كيوب، ممكن الاقيها ديسيمتر كيوب، ممكن الاقيها متر كيوب، ممكن الاقيها مليمتر كيوب. فاي حاجه من دول، سواء بقى قلت لك كيوبيك ديسيمتر، كيوبيك متر، كيوبيك مليمتر، اي حاجه من الاربعه دول، انت اليونت بتاع مين يا عم الحاج؟ ده بارامتر، البارامتر او اي لينث معروفه بالسنتيمتر. اول ما اقول لك اريا، اي اريا لاي شيب تبقى بالسكوير، سواء سنتيمتر سكوير او اي حاجه. اللينث، اللينث زي البارامتر بالسنتيمتر. يبقى مين اللي اتبقى عندي في التشوز؟ يبقى يا مستر الفوليوم هو اللي بالكيوبيك. حبايبي الراجل بيقول لي بارامتر اوف وان فيس اوف كيوب، يبقى حضرتك تروح جاي تقول انا بلعب مع الكيوب، والكيوب قلنا البيز بتاعته ايه؟ تقول لي سكوير. لكن لو كان قال لك كيوبويد كنت تقول له ريكتانجل. طب هو ايه الفرق؟ لا حبيبي الفرق كبير. لما اقول لك كيوب يبقى الفيس بتاعته سكوير، وبناء عليه في الحصه اللي فاتت قلنا لما اقول لك سكوير تفتكر حاجتين، بارامتر وتفتكر اريا. الراجل ده جاب لك كلمه بارامتر. طب انا بقول لك ان البارامتر ب 24، هقول له راجع الحصه اللي فاتت، لو معايا البارامتر اقدر اجيب له مين؟ ساي. والساي ده اجيبه ازاي؟ ها؟ 20. هقول له اخد البارامتر وديفايد 4. الراجل ده اتسحب من لسانه راح حلها على طول، قال لكم 24 ديفايد 4. تاني بارامتر اوف فيس بتاع مين؟ كيوب. تمسك بقى كده المساله واحده واحده، انا معايا كيوب، الفيس او البيس تبقى ايه؟ سكوير. وطالما قلنا سكوير لازم نفتكر ايه؟ وايه كمان؟ طب انا اديتك البارامتر، طالما اديتك البارامتر تجيب منه ايه؟ طب اجيب السايد ازاي؟ شكرا يا مستر. طب يا مستر انت بتلف ده كله ليه؟ اصل حبيبي السايد ده هيبقى بالنسبه لي في الكيوب. الله عليك، ليه انا عايز اقول كلمه ايج؟ انت عايز الفوليوم. ليه ايج تايم ايج تايم ايج؟ برافو عليكوا، 6 تايم 6 تايم 6، دخل كله في الخلاط، ده سنتيمتر يبقى سنتيمتر كيوب. ادي مساله بنفكها، حتى لو تشوز برضه فكها. شوف رجالتك يا فرج. الراجل ده بيقول لي كيوبويد البيز بتاعته سكوير. يا عم الحاج لما اقول لك كيوبويد والبيز سكوير يبقى اوعى تقول لي لينث ويتس. اشمعنى؟ عشان السكوير السايدز بتوعه ايكوال. يبقى دي اول حاجه نعرفها في الحته دي. اه هو كيوبويد على عيني وعلى راسي، بس اللينث ايكوال الويتس. الراجل قال لي الفوليوم بتاعه كذا. لما اقول لك حبيبي الفوليوم
يبقى حضرتك لازم تعمل ماجيك تريانجل وتقول ادي الفوليوم لينث ويتس هايت. يا مستر ما احنا قلنا الاثنين دول مش موجودين. اقول له لا موجودين بس اللينث ايكوال الويتس. في مشكله؟ تعالى بقى نسال. طب هو انت تعرف اللينث او الويتس يا ابو الحاج؟ قال لي اه، ما انا بقول لك اهو سكوير السايد بتاعه كام، يبقى اللينث والويتس بكام؟ 4. يبقى ده عندي وده عندي والفوليوم عندي. لو انا عايز الهايت، حد فاكر قلنا نعمل ايه؟ اقول له داري الهايت. يبقى عباره عن ايه؟ فوليوم ولينث وويتس. يا فوليوم انت بكام؟ قال لي انا ب 6 4. اللينث بكام؟ 4. والويتس بكام؟ برضه 4. ادخلهم في الخلاط والهايت زي السايد زي البراميتر اليونتس بتاعته بالايه؟ هيطلع لك 4. شكرا يا قمر. تعالوا كده برضو مكملين. فوليوم، كيوبويد، كيوب، ايا ما يكون، ما تتخضش من المساله. الراجل بيقول لك الفوليوم بتاع الكيوبويد هوز دايمنشن. الله، بص بقى معايا، الراجل حاطط لك ليتر في الاخر. لو حط لك ليتر، سنتيمتر كيوب، ديسيمتر كيوب، يبقى انا عايز الفوليوم. طب يا مستر انت بتكلمني عن شيب اسمه ايه؟ ويا عم كيوبويد الفوليوم بتاعك ايه؟ ها؟ لينث تايمز ويتس تايمز هايت. والتلاتة دول هم كلمة ايه؟ دايمنشنز. طب ما الراجل مديهم لك اهو 20 و30 و50، دخلهم كلهم في الخلاط. ادي 3 0 و2 تايم 5 ب 10 وتايم 3 تبقى 30. يا مستر ده بالسنتيمتر كيوب، بس انا عايز بالايه؟ الليتر. يبقى من سنتيمتر كيوب لليتر تعمل ايه؟ ديفايد 1000. يبقى هكنسل 3 0، تبقى الانسر تكتبها له ايه؟ 30 لتر. شكرا. بيقول لي ميتاليك كيوب والايدج بتاعته 40. انا يا عم طالما اديتك ايدج وبقول لك كيوب، حضرتك تروح جايب الفوليوم بتاع مين؟ كيوب. اجيبه ازاي يا ابو الحاج؟ 40 تايم 40 تايم 40، ايج تايم ايج تايم ايج، كم زيرو؟ 3. و4 تايم 4 تايم 4 6 4، وده سنتيمتر كيوب. تاني معايا كيوب، معايا الايج بتاعته، جبت الفوليوم. قال لي بص بقى، الميتاليك دي حته المعدن دي عملنا لها ميلتد، وبدل ما كانت كيوب خليناها كيوبويد. اقول له برضو الفوليوم يفضل زي ما هو ما يتغيرش. تعمله سيركل، تعمله سفير، تعمله سلندر، تعمله كيوبويد، هو الفوليوم ثابت. فدلوقتي ال 64000 دي هي فوليوم بتاع مين؟ كيوب. اقول له لا، بقت فوليوم بتاع كيوبويد، عشان نفس ال الميتاليك اتعمل لها ميلتد. فبقى معايا فوليوم بتاع كيوبويد، اداني الاريا بتاعته وعايز الهايت. نروح جايين نعمل ماجيك تريانجل، نقول ادي الفوليوم، هنا اريا وهنا هايت، عايز الهايت. يبقى ناخد الفوليوم على الاريا، يبقى هناخد ال 64000 ديفايد ال 2000 يديني الهايت. هو هنا لعب بكلمة كيوب وبقى كيوبويد. أبدا، يبقى الفوليوم بتاع الكيوب هو الفوليوم بتاع كيوبويد. وبعدين معايا فوليوم وإريا، لازم ماجيك تريانجل. عايز الهايت، أداري الهايت، يبقى فوليوم على الإريا. تخلص مسألتك، التلاتة زيرو يكنسلوا بعض، 6 4 تديني 32 سنتيمتر. مسألة جميلة، شكرا.